السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم فوزي يعود إليكم بموضوع جديد. انظروا إلى هذا السيد ماذا يقول. السيد سفيان حسان، أنزلت هذا الفيديو، قلت بسم الله ما شاء الله تبارك الله الرحمن، صيد جديد القفص على سطح المنزل. وانظر ماذا قال هذا الصيد: جميع الأنواع محمية بموجب القانون، والصيد ممنوع، ولا تعرف حتى كيف تلتقط الطائر في يدك، جاهل وأمي. قلت له: أنا معك في هذا الموضوع، ولكن تركتم الأسواق والغابات المقطوعة وحرمت علي صيد هذا الطائر. أنا لا أصطاد بكميات كبيرة كغيري. إذا بنظر إلى المحلات والأسواق وحاسب الذي يبيع كميات كبيرة في الأسواق، اذهب إلى باب جديد في سوسة والسوق المنصف بي، وسأضع فيديو كيف الغابات تقطع وأنتم تتكلمون. تكلموا على الغابات التي تعيش فيها الطيور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.